من كم يوم نشرت جميع مواقع الأخبار الكورية مقالات عن استعداد روزي لإطلاق وكالتها الفردية قريب جدا، وامبارح روزي كانت في لايف مباشر على قناتها بالإنستجرام ووضحت للبلينك إنها بتواجه صعوبة قوية جدا في اختيار اسم الفاندومها الجديد، ده غير إنها نشرت مقطع كله إيجابية للمعجبين وعلقت عليه بالجملة الحلوة دي: ألست في المكان الذي تريد أن تصل إليه بعد؟ عشان تشجع الجمهور على التفكير والتقدم في حياته والتركيز على مستقبلهم، والمقطع ده كان هدفه يحفز الجمهور عشان يوصلوا لأهدافهم ويفضلوا صامدين في مواجهة متاعب الحياة. وعشان كده فهم البلينك ان روزي مرهقة جدا من قوة التفكير، سواء لاختيار اسم الفاندومها الجديدة والعمل على ألبومها الفردي التاني. مش كده بس، كمان من بعد ما نشرت روزي مقطع من اغنيتها الجديدة فامباير هولي اتورطت في اشاعات غريبة جدا، والاشاعات دي بتقول ان روزي بدأت في كتابة اغنية فامباير هولي من عام 2023 عشان تهديها للممثلة سوزي. وطبعا الكل عارف قبل كده ان روزي اتورطت في اشاعات وعدا مع سوزي، والمرة دي قالوا انها كتبت اغنية فامباير هولي كهدية لسوزي، وهقول لكم السبب ليه. في عام 2015 اتكلمت سوزي في احد البرامج الكورية عن نوعها المثالي، وقالت يكون مصاص دماء شرير ومثير، وطبعا الكل عارف معنى كلمة فامباير هولي، مصاص دماء جميل ومثير. ومن هنا ربط الجمهور الكوري نوع سوزي المثالي باغنية روزي الجديدة فامباير هولي. وللعلم بدأت الاشاعات دي من عام 2020، ورغم انها في البداية كانت مجرد مصحة، ولكن للأسف البعض بدأ يصدق التفاهات دي، ولكن في الحقيقة ان كل ده مجرد صدفة، سواء كانت اغنية روزي او نوع سوزي المفضل في الرجالة. وللعلم سوزي ارتبطت بعدد كبير من اشهر الممثلين الرجالة كواحد من افضل الممثلين في كوريا لي منه، وان اعتداء روزي وسوزي نفس الملابس او وجود صور مشتركة ما بينهم كلها جت بالصدفة البحتة. وانت هو رأيك؟ وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.